بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا حقيقة ندعو إلى محبتك وندعو إلى عبادتك خالصة لك يا محب المخلصين الخالصين، آمين يا سميع عليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوباش اللي آمن. نتناول الآن الآية 19. إن الدين عند الله الإسلام، يعني فما حتى دين يقبله الرحمن غير الإسلام، والإسلام كان في البداية ويبقى إلى النهاية، كان مع أبوينا عليهم السلام إلى نهاية الأكوان، ولا دين آخر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فيقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، من أهل الجحيم، من العبد والشيطان فوقعهم في التون النار وبئس النار نار الجحيم، نسأل الله السلامة والتسليم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه الآية اللي سبقت، قال شهد الله، إذا كان شد ربي انتهى، ما عليك كان تتبع، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم يشهدون. إن الدين عند الله الإسلام، قائما بالقسط، ربنا ما يظلمش، لا يحيف، ولا يريد الذين يقسطون من انس وجن. قال شهد الله انه لا اله الا هو، احنا نهيئه لمعرفه لفهم الايه اكثر. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم، كلهم في مقدمه الشهادة، والله ثم المرتبه الثانيه الملائكه ثم اهل العلم، العلم الصحيح مش العلم بتاع العصر ده النقيض، علم ذايا قدامه آلاف ملايين نقط استفهام، وين العلم وكيف تعرفوا العلم؟ هل العلم اللي جاب أسباب التخريب العقول بالتلاعب بالعقول، أو عملنا استفتاء وعملنا صبر آراء وعملنا كذا؟ ليس بعلم. جوا الرياضيات ما هيش علم، علم هي الفيزياء ما هيش علم، لو كان ما علم رناها وقفنا، وصل العلم إلى منتهى ما عادش عندك لا تزيد، تحب تنقص يفتضح أمرك. وعلى عنا أشباه العلماء بكثرة في أرض تونس وغير تونس، العالم الفلاني عالم مفلق، وإجا قصر شوية تلقى أنتن الناس في الجهالة، ويعوم في خزيق الجاهلية الأولى والعياذ بالله. إذا نعاود، لا شهادة تعلو إلا شهادة الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو ربي، وصلك اللي ماشي إلى معه، لا إله إلا هو، لا معبود ولا تسبيح لغيره سبحانه وتعالى، لا يجوز، سبح لله ما يسبحون بالغدو والأصال، يصلون بالغدو والأصال، يصلي من؟ للواحد القار، للسيد الذي لا مثيل له، ليس له كفر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أو بعد التوحيد قالك من شأنه أن يكون قائما بالقسط، لذلك مدح المؤمنين اليوم فعلا من أهل القسط. أيوة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو عودها العزيز الحكيم الذي لا يغلب، والذي يتقن موضع الشيء بما يجب أن يوضع فيه. هذه الحكمة، لا ساجيس أفك أن كرونتس، مش لا ساجيس دي بوديستو، لا ساجيس دي تروتسكيس، ولا ساجيس دي فرويديان، اتسيتيرا، سي با إن سو با، إن أون جامي إيتي ساج، إي سون لونتي ساجيس. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعود إن شاء الله تعالى إلى الآية 19 كما بدأنا مجلسنا هذا.